بسم الله. دونك عندنا بالنسبة للتشيز كيك كان البرتقالي اللون، البرتقالي اللون. كنحتاجوا ليه جوج باكيات ديال البسكوي، تقريبا 200 غرام ديال البسكوي. نختاروا شي بسكوي يكون من النوع الجيد. كنحتاجوا جوج معالق كبار ديال الحليب سائل، 4 معالق كبار ديال الزبدة دايبة، 2 معالق كبار ديال السكر كلاسي. نعاود لكم مقادير. كنحتاج 2 علب ديال البسكوي، تقريبا 200 غرام ديال البسكوي. نختاروا داك البسكوي اللي فيه شويه الكوك. دونك 2 معالق كبار ديال الحليب سائل، 4 المعالق كبار ديال الزبده دائبه، 2 معالق كبار ديال السكر كلاسي. طريقه، كنطحن البسكوي. من الاحسن كناخذ البسكوي ديالي تنديروه في واحد الصاك بلاستيكي، وكناخذ هذاك المدلكه وكنبقى كنضرب في هذاك البسكوي حتى كيدق ليا مزيان. احسن ما نديروه في شي اله، يعني ما تيجيش مزيان. هذه الطريقه اللي كندير، كندقو مزيان انا بهذاك الباطون مزيان، وكنزيد عليه باقي المقادير، كنخلطوه مزيان حتى كنحصلو كيبقى مرمل شويه. يعني واخا يجيكم مرمل ما تحاولوش تزيدوا الزبده ولا الحليب، راه كيكون هذاك هو الشكل ديالو. كناخذ المول اللي خاص بالتشيز كيك، هذاك اللي كيتحل المولا مونكي، وكنفرشوا فيه الورق ديال السولفيغيزي، وكن ندير هاد البسكوي وكنطاسي مزيان. يعني كنحاول نطاسيه بالقاع ديال الكاس ولا بواحد المعلقه، حتى كتجيني ديك الطبقه كتولي مقاده، باش كيجيني التشيز كيك ديالي كيجيني فريمون، كتجيني في لا بريزونطاسيون كيجيني مزيان. كنعملو في الفرن على 180 درجه واحد 7 ديال الدقائق. راه كلشي عندي طايب، دونك تحاولوا ما تحمروش بزاف باش ما نحرقوش البسكوي ديالنا، يعني غير باش ينسجموا داك العناصر وكتولي طبقه واحده. بالنسبه للحشوه، كنخليه تيبرد. من بعد ما كنطيبو كنخليه تيبرد، وتنخلي داك البسكوي في المول. كنحضروا الحشوه، كنحتاجوا ليها 125 غرام ديال الماسكاربون، كنحتاج 250 غرام ديال الجبن المملح، ناخذوا ماركه مزيانه، يعني داك الجبن اللي كيكون في واحد العلبه وكيكون مملح. كنحتاجوا 2 ديال الياغورت اللي كيتباع على شكل هو ياغورت ولكن هو جبن وحلو ما بدون ذكر الماركه. واش اللي كيكون كريمي ولا اللي كيكون شكلاط؟ لا، هو الياغورت فاني هو على شكل جبن، ماشي الياغورت اللي بحال تناكل داك الياغورت الخفيف اللي كيكون شويه ثقيل خاطر. كيكون هو جبن على شكل ياغورت وكيكون سكري. كنحتاجوا وحلو ما نديروش مسوس. كنحتاجوا 300 غرام ديال القشده الطريه سائله، 3 ابيض البيض، 200 غرام سنيده، نص كاس ديال الماء، 8 الحبات ديال الجبن المربع، 250 غرام ديال لابيغي ديال لي فروي دو باسيون. راه كتبع هاد لابيغي، كتبع العبار، يعني كتمشي عند مول الحلوى كتقول له واش عندك لابيغي ديال لي فروي دو باسيون. كتشري تقريبا لهاد تشيز كيك احتاجيت واحد 25 درهم، من 20 درهم حتى ل 25 درهم ديال لابيغي. كنحتاجوا 4 ديال الاوراق ديال الجيلاتين. طريقه، في البول ديال العجانه كندير الماسكاربون، كنزيد عليه داك العلبه ديال الجبن المملح، الياغورت اللي على شكل جبن، الطريفات ديال الجبن المربع اللي عندي. كنخلط هاد العناصر كامله بالتراب، كنطلعوا ديك 300 غرام ديال الكريمه على شكل شونتيي، وكنحضر الموغانك. كنطلع ابيض البيض مزيان حتى كيدير لو بيك، يعني كيدير بحال داك الفويام ديال العصفور هو لو بيك. وكناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها 200 غرام ديال السكر ونص كاس ديال الماء. كنخلي ديك الكاسرونه كطيب حتى كيوليو عندي فقاعات كبار. بالنسبه للناس اللي عندهم تيرمومتر، يعني كتوصل ل 120 درجه، كنخويه على داك ابيض البيض وكنبقى كنطرب حتى كنقيس الجوانب ديال البول ديال العجانه ديالي، وكنلقى البول برد وكنحصلوا على داك لو بيك. خارج النار كنخوي هاد السير على ابيض البيض ديالي كما قلت لكم، وكنحصلوا على لو بيك. خارج النار كنزيد كنعمل ديك لابيغي ديالي في كاسرونه وكنحطها فوق البوطه حتى الغليان. وخارج النار كنزيد داك الوريقات ديال الجيلاتين ديالي وكنحرك مزيان، وكنخلطوا هذيك لا ميرانغ اللي حضرنا مع الكريمه اللي طلعنا مع الصلصه ديال لابيغي اللي زدنا فيها لا جيلاتين مع الخليط ديال الجبن اللي حضرت، وكنخوي هادشي كامل فوق من ديك لو بيسكوي اللي حضرت. وكنحضروا دابا داك الكلاصاج البرتقالي ولا الليموني اللي كيكون بلي فخوي دو لا باسيون. كنحتاج ليه 300 غرام ديال لابيغي،
معلقة كبيرة ديال الجليكوز، معلقة كبيرة ديال النباج. كنخلط هاد الشي كامل وكنعملو فوق البوطة حتى الغليان. خارج النار كنزيد عليه ثلاثة الوريقات ديال الجيلاتين، وكنخوي كنخليه حتى كيبرد شوية يدفى، وكنخويه فوق من ديك الطبقة ديال الفخوماج. بعد ما كنكون بردت داك تشيز كيك ديالي مزيان، يعني انا من الاحسن نخليوه ليله كامله، لغد ليه كنخوي داك هاد الكلاصاج ديال لي فروي دو باسيون من الفوق، وكندخلو عاوتاني للكونجيلاتور واحد الساعه حتى كنقربوا نقدموا تشيز كيك ديالنا. كنحلو ديك السميطه ديال لو مولا مونكي، وكنزوق بلي فروي بحال اللي متوفر عندي. انا خديت داك الوريقات ديال الاناناس اللي كيكونوا داك لي تشيز اللي كيكونوا في الاناناس، وشرائح الكيوي، الكيوي داكشي اللي عندك وبصحه وراحه. يعطيك الصحه. وفعلا كتبان انه هناك انتعاش جميله جدا من ديك الطبقه البرتقاليه اللي هذا عاده كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى على شكل باتون. يعني هذه اون كلاص اللي كتباع بديك العصا ديالها في الباتوني ديالها، كيعزيز على الوليدات. فهذه قدمناها لكم على شكل تشيز كيك. زينتيها ايضا بحبات ديال العنب بهذوك لي ماكارون. تبارك الله عليك. لا يخطيك. واحد الاضافه سناء بالنسبه للسيدات اللي بغاو يصوبوها بحال لا كلاص اللي كنشريو، دونك غادي ناخذ دوك المولات ديال لي كلاص. غادي تبداو بالكلاصاج هو الاول. غادي ندير واحد الطبقه تقريبا فيها واحد 3 سنتيم ولا 4 سنتيم ديال هذاك الكولي لي اورانج حتى يجمدوا، ونزيد ديك الطبقه اللي الفاني اللي بالجبن، نسد بالعويد ونديرهم في الكونجيلاتور وبصحه وراحه.